دايما بشوفي جديد، ولكن هلا بدنا ننتقل لبقية الزراعة مع الخبير الزراعي مروان حيدر العوافي. مروان، عوافي، يعطيك العافية. الله يعافيكم. تفضل، شو عندنا جديد لليوم؟ اليوم عندنا تلال مثل العادة، تلة تبولة مثل ما شايفين، بقدونس، اي اكيد، والخسة الكبيرة والبندورة والبصل. عندنا كمان تلة الفتوش مثل العادة، فيها فجل، نعنع، بقدونس، روكا، بقلي، زعتر، بصل، بندورة وخيار وثوم. تلة شمندر فيها بطاطا وفردون، فيها شمندر وفيها لفت وفيها بصل وفيها باقي الزعتر. نعم. تلة الكوسة كمان فيها روكا، فيها بندورة وبصل وثوم. وعندنا سلة الكير كثير عم تنطلب، أكيد مع بندورة وبصل وخيار وثوم. أكيد سلة البروكولي مع شمندر مع بصل مع ثوم. سلة بطاطا وجزر مع ثوم وبصل، وسلة جزر وبطاطا وشمندر كثير عم تنطلب. وعندنا أكيد سلة البيض مع بطاطا مع بصل مع زعتر. سلة البيض كثير عم تنطلب كمان، بيض بلدي زي ما بنذكر. سلة القرنبيط مع بندورة مع بصل مع بطاطا مع روكا. سلة الباذنجان المدعبل مع بندورة وبصل وثوم وزعتر. عنا سلة السلق مع بندورة وبطاطا وبصل وثوم. وسلة الهندبي مع بندورة وبصل وخيار وثوم. حلو. وسلة الفواكه اللي فيها أبو سرة مع أفندي مع موز. هاو سلالنا لليوم. اليوم بيصلنا العسل من منطقة القرعون، طب الساعة 10 اللي بيحب يطلب عسل صار فيه، يعني من هلا لشي ساعتين ثلاثة، بس أكيد كنا ناخذ الطلبيات ونوزع لهم هون. أكيد بدنا نحكي اليوم كمان عن دبس الخروب، بتعرف كثير صحيا منيح، كمان نوعية جيدة جدا دبس الخروب. العكوب يلي عم بينجاب من منطقة بتغان، نوعية جيدة جدا. كمان الهليون كمان من منطقة بتغان الشوف، اللي عم ياخذهم يجربوا بيعرف طعمتهم قد ايه طيبة. إلى جانب دبس العنب اللي دائما بنحكي عنه طعمته طيبة وجدا رائع من منطقة عيت الفخار. والزعفران يلي هلا ما بقى عنا كثير، بعد عنا شوي صغيرة، ما بعرف إذا رح يقدروا يرجعوا يعطونا، بتطور أخذنا الموسم كله. عيت الزعفران بعد عنا شوي منه. والقرص عني كمان مكبوسة بهالمربين، كمان منطقة بتغاني شوف، نوعية طيبة جدا والمعمولين بطريقة كثير منيحة. وعندنا مربى البصير، صار في عندنا مربى البصير كمان كثير طيب، صار عندنا شراب البصير كمان شغله جدا طيبه. طبعا دقناهم من يومين والمدام اليوم رح تجيب لنا اياهم، شغل بيت اكيد. مربى البصير وشراب البصير، انا صراحه كان شيء جديد علي، كمان ماني شارب قبل، ماني ضايقه قبل، دقناه وكثير طيب، نوعيته جيده جدا. واكيد عندنا الاورمه كمان، صار عندنا مع البيض البلدي عم في عندنا اورمه، وهيك الواحد عم يتروق ترويقه طيبه. او هن السليل لليوم، الى جانب كثير منتوجات مثل اللبنه المكعزله، الكشك المكعزل، الخل على اصنافه، المخللات على اصنافه، ان كان كبيس خيار ولا كبيس مقلي، وكمان اي نوع من المربيات موجوده عندنا. وعندنا شراب التوت الشامي كمان طيب، لو عم نبكر عليه شوي للصيفيه، بس طيب طعمته رائع. كله بيروح هلا، كله بيروح بالبيت. كله بيروح بالقعده. كله بنعوز. عاية ارقام فيهم يتصلوا؟ على 0000910 وعلى 410982. بدي اذكر كمان عندنا زبده بيفستو، شغل استهلا، كثير طيبين، طعمتهم كثير طيبه، كل عم يذوقون عم يجرب عم يرجع ياخذ. نحن اليوم كمان التوزيع ببلش من الساعه 11:30 على كل المناطق، اي حدا بحب يحكينا احنا جاهزين ناخذ الاتصالات، يلي ما بنلحق نرد عليه اكيد بنرجع بنطلبه وبناخذ من عنده الطلب وبنوصل له. برجع بذكر انه هول الخضره من عند المزارعين على بيت الزراعه، ومن بيت الزراعه بتتوزع، احنا ما بنربح بالخضره. بحب ركز كثير على هالموضوع لانه منا تجاره، واللي بيشوف شو فيه بالسله اكيد بيعرف انه صح، خاصة بهالايام صح، وصلي على البيت ب 10,000 درهم. نعم، شكرا لك مروان حيدر الخبير الزراعي، يعطيك العافية. وانت كمان ميرسي لك مروان. الى ثقافي وفن.